يا مساء الخير عليكم، معاكم حنين ماجد في برنامجكم الكتالوج في رمضان. الحلقة النهاردة اتطلبت مني كتير جدا، بس انا كنت مستنية ان احنا نقرب اكتر ونعرف اكتر عنها. احب اقولكم في الاول كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان اهو بيخلص، كلها بالظبط 3 ايام ويجي علينا العيد بفرحته وباجواءه، ويا رب دايما تكونوا مبسوطين ويجي العيد بفرحة وتكونوا كمان استمتعتوا واتبسطتوا برمضان. زي ما قلنا النهاردة حلقتنا اتطلبت مني كتير جدا، بس انا كنت مستنية اعرف عنها شوية عشان اعرف اقولكم كل حاجة عنها بالتفصيل. موضوعنا النهاردة عن مسلسلات رمضان. مسلسلات رمضان السنة دي فيها كتير مسلسلات حلوة وبتغير في تفكيرنا وفي طريقة حياتنا، وفيها مواضيع مهمة كتير جدا. انا شايفة ان السنة دي في عندنا مسلسلات فعلا كانت لازم تكون موجودة، لان هي ليها صدى كبير عند الناس، ليها صدى عند الشباب تحديدا، وفي جزء كبير منها مهتم بالشباب ومهتم بتفكيرها. احنا السنة دي بنتكلم في حوالي 25 عمل مصري بأبطال مصريين ونجوم كبار، منهم فاتن قمر حربي وراجعين يا هوا وبابلو ووجوه وانحراف واحلام سعيده وكبير قوي وفي بيتنا روبوت والمشوار وملف سري وغيرهم كتير. انا نفسي مش لو قعدت اعدهم لكم اكيد هنسى منهم شويه، والحقيقه اني مش عايزه انسى حاجه فيهم، لان حقيقي كلهم اعمال مهمه واعمال ليها صدى كبير جدا عند الناس، ومن اول يوم في عرضها الناس كانت بتتكلم عنها وبدأت تتشد أعمال كتير منهم مختلفة. هبدأ أتكلم معاكم النهاردة عن عملين مهمين جدا بالنسبة لي، وأنا شايفهم إن هما كانوا لازم يكونوا موجودين، لأن هما مش بس بيناقشوك على حاجة أو يعني بيعرفوك على حاجة أنت عشتها، لأ هما بيخلوك كمان تشوف الكواليس اللي أنت ما شفتهاش. هما بالنسبة لي الاختيار 3 والعائدون. الاختيار 3 المسلسل بقاله 3 سنين الحقيقة شغال معانا على الحاجات العظيمة اللي احنا بس يدوب بنسمع عنها، لكن ما بنعيشهاش او يعني ما بنشوفش الكواليس بتاعتها. وخصوصا السنة دي هو احنا كلنا عشنا فترة الاخوان وعشنا فترة الثورة وعشنا وشوفنا كل الحاجات اللي حصلت فيها، لكن المسلسل ورانا الحقايق اللي احنا ما شفناهاش، ورانا ورا الكواليس كان بيحصل ايه. اولا المسلسل بيفكرك بالاحداث دي عشان تفضل طول الوقت فاكر وعارف انه اللي حصل ده هو اللي كان المفروض يحصل وهو ده الصح اللي كان المفروض يحصل، وبيعرفك دول كانوا غلط ليه والصح اللي حصل حصل ازاي. انا شايفه الحقيقه ان المسلسل يعني بجد بجد من اهم المسلسلات اللي موجودة، وكانت لازم تكون موجودة علشان احنا كلنا كشباب عشنا الفترة دي، لكن الحقيقة ان هو عرض حقائق ما كانتش موجودة واحنا ما شفناهاش رغم ان احنا كنا موجودين في الفترة بتاعتها. ورينا حاجات اللي هو احنا يدوب عرفنا او سمعنا عنهم او شفنا ان الناس دي كانت عايزة الخراب للبلد، بس الحقيقة انه الاثباتات ما كانتش معانا، لكن المسلسل عارض بجد اثباتات وحقائق عنهم تخض. والمسلسل غير كده كمان في نجوم كتير جدا كبار والناس كلها بتحبهم. طبعا الفنان كريم عبد العزيز اللي انا بعشقه واكيد الناس كتير كلها بتحبه، الفنان احمد عز، احمد السقا، نجوم كتير ونجوم كبار ونجوم مهمين، مجرد بس اسمهم ما يبقى موجود في عمل كلنا بنبقى متأكدين ان العمل ده هيبقى عمل مهم جدا. وعندنا على الناحية التانية العائدون بيتكلم معانا عن فترة الارهاب ومجهودات المخابرات في التصدي بتاع الارهاب، بس الارهاب حصل كتير على مدار سنين، لكن هو تحديدا بيناقش معانا فترة داعش اللي كلنا سمعنا عنها، لكن الحقيقة ان هو ما كناش عارفين هما بيعملوا كده ليه، وما كناش قادرين نفهم دور تفكيرهم عامل ازاي، ولا السايد بتاع تفكيرهم ده جاي منين، انتوا بتعملوا كده اوت اوف ايه. وهو المسلسل عمل الميزة دي ان هو بيورينا
برضو على قد ما بيواجهنا المخابرات ومجهوداتها والكلام ده كله علشان تحاربهم او تتصدر للارهاب بتاعهم، بيواجهنا كمان السايد بتاعهم هم عامل ازاي، بيواجهنا التفكير المنتاليتي دي جاية منين، خارجة العنف والقتل والارهاب والكلام ده كله نابع من ايه. فدي ميزة من المسلسل، عشان لو في بني آدم في الدنيا كان قاعد مش مدرك او مش عارف او بيقول، يمكن يكون داعش دول عندهم فكرة مثلا او بيعملوا حاجة نابعة من نية طيبة، لا هو دلوقتي بيتفرج وفاهم هم دماغتهم جاية منين وفاهم هو الكلام ده نابع منين، فمستحيل يتعاطف معاهم ومستحيل يشوف ان اللي هم بيعملوه ده ليه اي مبرر من المبررات. فانا شايفة انه حقيقي برضو المسلسل ده هو مسلسل كان مهم جدا، وبيعرف الشباب احنا كشباب دلوقتي كلنا طبعا محدش فينا بيقرا في التاريخ ومحدش فينا هيبدأ يشوف اللي حصل ايه او الفترة بتاعت داعش دي حصل فيها ايه او الكلام ده كله، غير لما بتكون في مسلسل او في فيلم او في حاجة تشدنا ان احنا نقعد نتفرج عليها ونتابعها. فدي ميزة انا حابة بيها جدا المسلسل، وارشحه لأي حد لسه هيبدأ يتفرج على مسلسلات بعد العيد. وكمان المسلسل فيه نجوم كتير جدا، وطبعا من اهمهم الفنان امير كرارة وامينة خليل، وده العمل التاني اللي بيجمعهم بعد 11 سنة من بعد المواطن اكس، فكانت رجعة مهمة ورجعة ليها هيبتها زي ما بيقولوا. وحقيقي الثنائي ده في المسلسل عامل مجهود والناس حبته جدا مع بعض، فالمسلسل فعلا يستحق ان احنا نقعد ونتفرج عليه ونركز معاه. عندنا كمان مسلسل بالنسبة لي انا من اول يوم الناس كلها بتتكلم عنه ومن اول يوم كل الناس اتشدت له والسوشيال ميديا اتقلبت عليه، وهو مسلسل فاتن امل حربي. مسلسل فاتن امل حربي بالنسبة لي انا هو مسلسل مهم وحلو وبيناقش قضية مهمة جدا، وبيتكلم عن معاناة الست في بعد طلاقها، ان هي ما تقدرش ازاي ان هي ما تقدرش تحتفظ بولادها في حين ان هي اتجوزت زي ما المسلسل بيقول، وان هي مش عارفة تاخد حقوقها والقانون كمان ظالمها. بس انا شفت في الحقيقة انه القانون ده او قانون الاحرار الشخصية خلاني ابدأ ادور شوية المسلسل ده في القانون ده، واشوف انه الحقيقة هو مش ظالم بس الست لوحدها، هو ظالم الست وظالم الراجل. ساعات كتير جدا ناس ما بتبقاش من الرجالة ان هي قادرة تشوف ولادها والحضانة في عند الام، وهم لازم يبقوا مرتبطين هم يشوفوا ولادهم في المكان اللي المحكمة مقرراه والمكان اللي المحكمة مقرراه، وما ينفعش ان انت تشوفه في اي وقت تاني او اي مكان تاني. دي بالنسبة للأب متهيألي برضو حاجة صعبة جدا وفيها ظلم، ان ده ابنه فهو محتاج يشوفه في اي وقت، محتاج يبقى معاه في اي مكان، يخرج يتبسط يحس بيه ويحس يعني يحسوا ببعض اكتر، لانه في الاخر ده اب وده ابنه. فدي برضو جزئية القانون ظالم فيها الراجل. في حاجات كتير جدا بيتم فيها التزوير وبيتم فيها انه الراجل يبقى مثلا غير مقتدر ان هو يدفع نفقة كبيرة جدا، والمحكمة بتاخد بالورق بس ما بتاخدش بالحقائق، فبالتالي بيترفع عليه نفقة كبيرة جدا او عالية جدا اكتر من امكانياته هو ما يقدرش عليها، ولازم يقعد يعمل بقى يرجع تاني للمحكمة ويرفع قضية تاني، وموال طويل جدا بياخد سنين. فأنا شايفة انه الحقيقة المسلسل ده زي ما ورانا فعلا معاناة الست، ودي حقيقة المسلسل لو كان في ناس اتعاطفت معايا 1% على قصة تونة او نيري كريم، ففي حقائق في ستات كتير جدا يمكن اضعاف اللي حصل مع تونة احنا ما سمعناش عنها، وكل يوم في محاكم الاسره بيتبهدلوا وبيطرع عينيهم بسبب القانون ده. فالمسلسل سلط الضوء على ان القانون ده اصلا فيه مشكله، القانون ده محتاج يتعاد النظر ليه من كل الجهات تاني، عشان هو زي ما بيظلم ستات كتير كمان بيظلم رجاله كتير. وكمان المسلسل فيه جزئيه كبيره جدا اتعمل عليها ضجه اثناء اول بعد كام حلقه من النشر بتاعه،
ناس كتير اتكلمت على ان هو في مشكلة في ان هو بيتكلم ضد الشيوخ وان هو ضد الشريعة، مع ان الحقيقة ان ده ما حصلش. طبعا انا معاهم ان كان في شوية مشاهد كانت ممكن السكريبت ما كانش فيها ارطف حاجة، او فعلا التعبير فيها ما كانش هو الصح قوي اللي ينفع يتقال، بس الحقيقة هم كلهم هاجموا شخصية الشيخ يحيى او شخصية شرنوبي، مع انه في الحقيقة هو الوحيد اللي رفض ان هو يعني يطلع يقول الكلام الناس اللي عايز تسمعه. هو قال انا هقول الحق، ووقف ضد مع المظلومة، حتى ضد مامته اللي هي كانت شايفة ان انت بمجرد بس ما وقفت معاها الناس كلها بقت ضدك. لا، هو كمل واصر ان هو يعمل الصح ويعمل اللي هو شايفه من وجهة نظره ومن وجهة نظر دينه واللي هو اتعلمه الصح. رفض ان هو ياخد فلوس ويطلع يقول اي كلام علشان يعجب الناس او يعجب الشيخ او يعجب اي حد. فالحقيقة انه احنا محتاجين نبص تاني شوية انه لا يا جماعة، هو يمكن في مشاهد زي ما قلنا، بس في الحقيقة الشيخ يحيى الناس ظلماه، وهو مثال للشيخ الحق اللي هو عايز يقول الحق ايا كانت العواقب اللي هتيجي عليه. وكمان في جزئية تانية في المسلسل ده شدتني جدا، وهي صحابها. الصحاب بقى، فكرة الصحاب هنا اللي واقفين جنبها اللي بيساعدوها، اللي ميسون اللي هي بتروح تتكلم مع طريقها وتتكلم مع حماتها وعلى طول واقفة معاها واكتر من اختها. فدي جزئية كمان لذيذة جدا وانا حبيتها جدا في المسلسل، وشدتني وخلتني اتشدت اكتر اني فعلا يعني نتعلم من جزئية الصحاب دي في المسلسل، انه كلنا محتاجين يكون جنبنا حد في وقت ضعفنا يقوينا ويشجعنا، وطبعا مفيش حد بيعمل كده زي الأهل والصحاب. وكمان عندنا المسلسل مهم جدا، وبالنسبة لي أنا من أول بس ما بدأ كده يتعمل عنه إعلانات من قبل رمضان والناس تتكلم عنه، شفت بس كده اسم المؤلف أنا قلت أنا هقعد ولازم هتفرج، ما ينفعش نتناقش. وهو مسلسل راجعين يا هوى للمؤلف الكبير جدا أسامة أنور عكاشة. أسامة أنور عكاشة من مميزاته إن هو بيخليك ترجع وإنت بتتفرج على مصر زمان، على التراث المصري، من أماكن التصوير بتاعته لاختياراته لكل حاجة. هو بيعيشك فعلا في التراث المصري، ودي ميزة فيه طول عمره في أعماله الكتير هو عملها على مدار حياته. المسلسل بالنسبة لي مجرد ما قلت إن أنا شفت اسمه قررت إني لازم هتفرج، وطبعا بعد ما عرفت النجوم الكتير اللي موجودين فيه، خالد النبوي، نور ابنه، نور، سلمى بوضيف، ممثلين كتير جدا شطار ونجوم كبار جدا، وفاء عامر، انوشكا، اسلام ابراهيم، اسلام جمال. فعلا المسلسل مجمع ناس كتير جدا شاطرين، وفعلا انا برشحه لاي حد ناوي ان هو يتفرج على مسلسلات بعد العيد. المسلسل حتى هو كوميدي واجتماعي، ينفع تقعدي انتي واولادك ومامتك والناس كلها تتفرجوا عليه وانتم مبسوطين ومستمتعين، مش هتبقي خايفة ان في حاجة مثلا ما ينفعش اولادك يسمعوها او كده، بالعكس خالص انتي هتبقي قاعدة مبسوطة والكوميديا بتاعته لذيذة. حتى الخلاف اللي موجود ما بين العيلتين مش عدواني، او مش اللي هو مدي على اكشن، لا بالعكس هو خلاف كمان لذيذ الى حد ما، فهتتبسطوا بيه جدا. ففعلا المسلسل لازم ويستحق ان احنا نتفرج عليه. عندنا كمان بقى الجزء الكوميدي. الجزء الكوميدي السنة دي عندنا شوية مسلسلات طبعا جبارة. بداية كده من الكبير قوي الجزء السادس. الكبير قوي الجزء السادس يعني انا بالنسبة لي كده بستنى الفطار مش عشان ناكل عشان نشرب، هي هنقعد نشوف النهاردة هيحصل ايه. انا ومامتي وبابايا وجدي كل العيلة بنقعد نضحك، وطبعا بنقعد نستنى قوي مربوحة هتعمل ايه النهاردة او هتلبس للكبير ايه النهاردة. هي بتعمل حاجات رهيبة وهي فنانة شاطرة جدا، الفنانة رحمة احمد طبعا. وده هيخليني اتكلم في المشكلة اللي حصلت معاها شوية، وان هي اتهاجمت جدا لمجرد ان الناس حطتها في مقارنة مع الفنانة دنيا سمير غانم. الحقيقة ان فنانة رحمة احمد اثبتت ان هي فنانة شاطرة جدا، دمها خفيف، هي مش بتصطنع او بتحاول ترمي افيه او حاجة،
لا خالص، هي واحدة دمها خفيف، هي دي عندها قبول كده وبتدخل القلب بسرعة ولذيذة وخفيفة على الناس. فده مش معناه خالص ان هي عشان نجحت في دورها ان هي تبقى بتاخد مكان حد تاني، بالعكس هي نجحت في مكانها ودنيا سمير غانم نجحت في مكانها، والاتنين شخصيات منفصلة عن بعض تماما. وهي في الحقيقة طلعت وقالت انا بحبها جدا وانا مش واخدة مكانها، بالعكس ده انا بتعلم منها. فده يخليني اقول يا جماعة ان احنا ما نحكمش على حد احنا لسه ما شفناش منه شغل، ما شفناش اداؤه عامل ازاي. خلونا نتفرج، ولو ما عجبناش او حسينا ان هو لا او الاختيار ما كانش موفق ساعتها نهاجم ونقول اه لا احنا ما حبيناكيش. لكن بالعكس هي نجحت جدا، ومن اول ظهور ليها هي قلبت السوشيال ميديا تقريبا. فبلاش نحكم احكام مسبقة سريعة، خلونا نتفرج نشوف الناس عندها ايه. دايما هيبقى في عندنا نجوم كتير وعندنا نجوم لسه تانية هتظهر محدش يعرف عنها حاجة، فما ينفعش ان احنا لمجرد ان احنا بس حد كنا متعودين عليه اختفى او مشي نبدأ نهاجم اي حد تاني هيجي مكانه. وطبعا عندنا مكي، مكي من الناس اللي مفيش حد مستحيل هتيجي تتكلم عنه هيقولك هيختلف عليه اتنين زي ما بيقولوا. هو فنان كوميدي رهيب، مغني شاطر جدا، فعلا فعلا هو محدش يعني في الدنيا هيختلف على حبه ليه. فالمسلسل حلو جدا، وفعلا من ألذ الحاجات اللي كانت موجودة على رمضان، وهو الحاجة الوحيدة اللي قدرت تسحب كده السجادة ساعة الفطار من برامج رامز. فالمسلسل السنة دي حلو جدا، وحب أبارككم عليه لأن هو فعلا أحلى حاجة كانت موجودة السنة دي على الفطار. وعندنا كمان في بيتنا روبوت. أنا المسلسل ده ليه معزة كده خاصة عندي علشان أنا بحب جدا طبعا عمرو وهبة وشيماء سيف، والحقيقة ان هما من اول ما ظهروا في الجزء الاولاني وانت قاعد بتتفرج كده انت ما تشكش لثانية واحدة ان دول مش روبوت بجد، من الرياكشنات للحركة للصوت كل حاجة، ولذاذ ودمهم خفيف وبيعملوا مغامراته. فالمسلسل بالنسبة لي هما يعني حاجة كده بقعد استنى اشوف النهاردة هيعملوا ايه وهيتصرفوا ازاي، ولذيذ هيتصرف ازاي، وزومبا هتبهدل سارة ازاي، اللي هي طبعا الفنانة ليلى زاهر. فيعني انا بحب المسلسل ده جدا. وطبعا هشام جمال، هشام جمال منتج شاطر، ممثل شاطر، مغني شاطر، والناس اختلفت او اتفقت فهو من اشطر الشباب اللي موجودين دلوقتي، لان هو عارف هو عايز ايه وعارف يحقق النجاح ازاي وعارف يوصل للشباب بأسرع طريقة وبأقصر طريقة. ففعلا هو حد من الناس اللي انا بشوفها مجتهدة جدا في الفترة بتاعتنا دي وفي الشباب عامة الموجودين دلوقتي، ومحتاجين نشتغل برضو زيه وكده ونشوف هو عمله، لانه اكيد حياته ما كانتش سهلة زي ما احنا متخيلين، بس عارف يحقق نجاح كبير جدا. وعندنا كمان في مسلسل مكتوب عليا، مكتوب عليا ابطاله طبعا كتير جدا، ايتن عامر، هنادي مهنا، وطبعا طبعا اكرم حسني البطل. مجرد ما بنشوف اسمه على المسلسل كده بنبقى عارفين ان احنا هنضحك ضحك رهيب. المسلسل كوميدي، وفي الاخر كده مؤخرا في اخر كام حلقة قلب تراجيدي شوية، بس برضه ستيل لسه الناس حباه، لسه الناس مبسوطة وهي بتتفرج عليه، وعامل صدى كبير جدا ومحقق يعني جذب من الناس طول فترة طول شهر رمضان وطول فترة رمضان. ففعلا المسلسل حلو جدا ولذيذ وخفيف كده على الناس، وينفع برضو زي ما اتكلمنا على راجعين يا هوا ان انتي تقعدي تتفرجي عليه مع اهلك واطفالك ومامتك وباباكي، ما فيش مشكلة خالص، ومش هتبقي خايفة انه في حاجة تتقال او كده، لا هو كمان مناسب جدا للاطفال. فالمسلسل لذيذ جدا، وبرده اللي ما شافوش في رمضان لازم يقدر يشوفه بعد العيد. في مسلسلات طبعا زي احلام سعيدة، احلام سعيدة يا جماعة في نجوم يعني جبارة.
طبعا يسرا او سيفا زي ما بيقولوا لها، غادة عادل، مايكة ساب، شيماء سيف، في نجوم جمال جدا وجزاز جدا وميكس كده ما تبقاش عارف قوي هو هيروح فين. يعني قبل ما تشوف المسلسل انت ما كنتش تتوقع الميكس ده هيبقى ايه بالظبط، بس الحقيقة ان المسلسل لذيذ جدا، الناس حبته جدا، اتشدت له من بعد كام حلقة على طول، ما استنوش عليه. يعني هما الناس حبته وبدأت تتكلم عنه وتسمع عن الصدى بتاعه بعد اول ساعات من عرضه. ففعلا المسلسل لذيذ جدا، وبرضه ارشحه لاي حد عايز يتفرج على مسلسلات لسه بعد العيد. وزي ما اتكلمنا برضه انه ينفع تتفرجي عليه مع اطفالك ومع مامتك ومع باباكي عادي جدا، ودي ميزة السنة دي الحقيقة انا شايفاها، انه لو اخدنا بالنا انه في مسلسلات كتيرة هو انا قلتها ينفع تتفرجي فيها مع اطفالك ومع مامتك ومع باباكي، وتبقي مطمنة ومرتاحة ومش حاسة انه لا ممكن يتقال حاجة هنا ما ينفعش ولادي يسمعوها او مشهد مش لذيذ او كده. بالعكس خالص، هو في حرص السنة دي، وانا شايفة ان دي حاجة فعلا السنة دي هما مهتمين بيها قوي، انه المسلسلات الموجودة تنفع لكل الناس، تقعدي كده انتي وعيلتك باطفالك بكل حد تتفرجي عليها. فدي حاجة حلوة جدا، ومبسوطة انه بقى فيه اهتمام بالنقطة دي. من كام سنة كان لأ، بلس 18 مش عارفة، في مشاهد مش لذيذة ما ينفعش الأطفال، كانت حاجات قليلة قوي اللي ينفع نقعد احنا وأطفالنا على الفطار نتفرج عليها معاهم، ما كانش ينفع يعني. فدي حاجة بسطاني قوي السنة دي، وشايفاها ان هي حاجة كانت مهمة ان هي تحصل. عندنا طبعا في مسلسلات كتير بقى فترة زي المشوار، ملف سري، بابلو، وجوه، انحراف، كل المسلسلات دي مسلسلات مهمة جدا. برضو حصل عليها كلام على السوشيال ميديا، الناس اهتمت بيها والناس اتكلمت عنها. فأنا بالحقيقة دول اللي أنا شفتهم ودول اللي أنا حبيت أكلمكم عنهم، عن يعني لأن أنا حقيقي اتفرجت عليهم واتشدت لهم جدا، وحسيت ان هما يستحقوا انه احنا نتفرج عليهم تاني ونركز فيهم اكتر تاني، لان هما بيناقشوا حاجات قضايا كتير كويسة، بيناقشوا حاجات في تفكيرنا. وفي مسلسل بقى بالنسبة لي انا وقفت عنده كده عشان هو بيتكلم قوي عن فترة المراهقة وفترة الشباب واللخبطة اللي كلنا كنا عايشينها، والصراع ما بين اهلنا عايزيننا نبقى ايه واحنا عايزين نبقى ايه، وهو مسلسل مين قال. مسلسل مين قال هو مسلسل من ابطال شباب كتير جدا، يمكن احنا ما كناش يعني نعرفهم كلهم، احنا تقريبا كل اللي كنا عارفينه قبل كده كان احمد داش واميرة اديب، لكن في شباب كتير جدا من اللي كانوا موجودين في المسلسل هم وجوه جديدة، وفاجئونا بتمثيلهم وفاجئونا بأدائهم. وغير كده المسلسل كل قصة واحد فيهم مستحيل ما تلاقيش نفسك في حتة منهم، مستحيل ان انت ما تشوفش نفسك في واحد فيهم، بمشاكلهم، بطريقة تفكيرهم، بالفجوة اللي ما بينهم وبين اهلهم في التفكير، اهلهم عايزينهم يعملوا كذا وهم عايزين يعملوا كذا، الخناقة والصراع الابدي اللي ما بيننا وبين اهالينا دايما طول الوقت. وفي الاخر اثبت نظرية انه مش عيب ابدا ان انت تدخل تجيب مجموع عالي وتدخل كلية من الكليات القمة زي ما الناس بتقول، ويبقى انت عندك حلم تاني وعندك هدف تاني وعايز تحققه برضو. مفيش حاجة تمنعني ان اسعى ورا حلمي، لا مجموعي ولا اهلي ولا صحابي ولا المجتمع ولا اي حاجة، انا ما دام عارف اني عايز اوصل لحجم واثق منه ودرسه كويس مفيش اي حاجه تمنعني ان اقدر اسعى عشانه، هجري وهقطع نفسي لغايه ما اثبت نظريتي في ان انا صح وان الحجم اللي انا بحرمه يستحق اني احارب اي حد علشان اوصله. وده اللي حصل في المسلسل، ودي كانت نهايته، واللي شدتني قوي انه أيوة يا جماعة ممكن أهالينا بتخاف علينا وأهالينا بتحبنا الخير، وطبعا محدش عنده شك في ده، بس حجمك ده حجمك انت،
اسعى عشانه، اقع وقوم واجري ونفسك يتقطع، بس ما دام انت متأكد انه حلمك هو ده اللي انت عايزه، هو ده الصح بالنسبة لك، هتأخرك عشان تحققه. وده اللي حصل، ان هو المشروع بتاعه او بتاع احمد داش كان مشروع بالنسبة لبابا ايه الهبل اللي انت هتعمله ده، بس في الاخر بابا شجعه لما كسب في المسابقة وراح باركله، وعلاقتهم بقت كويسة جدا ورجعوا مع بعض كويسين لما بابا صدق في حلمه وصدق ان ابنه يقدر. فالمسلسل ده حقيقي هو لازم نقف عنده، ولازم الاهالي تتفرج عليه عشان تقدر تفهم عقلية ولادها، وتفهم ان هم من حقهم يحلموا ومن حقهم يسعوا لحلمهم ايا كانت الاسباب ايه. فده من المسلسلات اللي انا برضو هرشحها لاي حد لسه هيبدأ يتفرج على المسلسلات بعد العيد. دي المسلسلات اللي انا حضرتها واللي انا اتفرجت عليها، وحاولت اجمع لكم عنها اكبر كم عشان لما اتكلم عنها اكون بديكم ملخص ليها عشان الناس اللي لسه هتتفرج بعد العيد ان شاء الله. اتمنى تكونوا اتبسطتوا ويكون الموضوع كان لذيذ عليكم كده، وتكونوا عرفتوا كل مسلسل بيتكلم عن ايه، وتبقوا عارفين برضو انتوا حابين تتفرجوا على ايه منهم. وكل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان بيخلص داخلين على العيد، يا رب يكون عيد سعيد عليكم وتكونوا دايما مبسوطين.